سيادة اللواء، أهلا بك على شاشة الغد. في البداية، كيف تابعتم هذه الضربات وماذا عن بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي تحدث عن استهداف 85 موقع عسكري حتى هذه اللحظة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. طبعا كلنا كنا متوقعين أن هناك رد أمريكي بسبب قيام بعض الفصائل باستهداف قاعدة عسكرية في الأردن وإصابة العشرات ومقتل 3، وبالتالي كان هناك خروج على الخطوط الحمراء وفقا لقواعد المواجهة وقواعد الاشتباك ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتوعدت الولايات المتحدة الأمريكية بالرد، وتوقعنا أن يكون الرد رد رمزي ولكن موجع ومحدد لبعض الفصائل بعيدا عن المواجهة المباشرة ما بين أمريكا وإيران. وقلنا أن هناك استراتيجية في العلاقات الحقيقة بتؤدي إلى عدم المواجهة المباشرة. من أهم الأماكن اللي ممكن تضرب في العراق هي الفصائل الشيعية التابعة للحرس الثوري الإيراني زي حركة النجباء، حتى فصيل حزب الله أيضا على الرغم من تصريحاته الأخيرة، لكن ممكن أنه يتم ضربه خلال الفترة القادمة. عصائب الحق وغيرها من الميليشيات الشيعية الموجودة في العراق وفي سوريا أيضا، كان فيلق القدس هو المستهدف الحقيقي. ولذلك امبارح كان هناك إعلان عن انسحاب فيلق القدس من سوريا، والحقيقة إيران كذبت هذا وقالت أن الأسر فقط هي التي تم نقلها خارج سوريا، لكن كان مستهدف والميليشيات الشيعية التابعة له خاصة الزينبيون والفاطميون، وهي بعض الكتائب التي يتم تجنيد أفرادها من أفغانستان وباكستان، وكل دي أهداف الحقيقة في بالضبط. سيادة اللواء، ما تم استهدافه حتى هذه اللحظة هي عدة مواقع في كل من الشبلي والميادين والبوكمال بالقرب طبعا من دير الزور. القيادة الوسطى الأمريكية تقول أنها استهدفت منشآت عبارة عن قيادة وتحكم وتجسس وتخزين صواريخ ومسيرات. برأيكم ما الذي يعنيه توجيه تلك الضربات إلى تلك المناطق بالتحديد؟ هي مناطق تمركز ومناطق عمليات لهذه الحركات، وبالتالي بيعمل لها عملية شلل لحركتها، بيضرب مراكز قيادتها وبيضعف قوتها على الأرض، ثم بعد ذلك إذا كانت هناك ضربة ثانية وثالثة فسوف يتم القضاء على عناصر كثيرة منها أو يحبط عملياتها المستقبلية ضد أهداف أمريكية. هو ضرب أهداف حيوية كانت موجودة على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية أو في بنك الأهداف لديها، وأطلق حتى الآن 85 هجوم بقنابل ومقذوفات ذكية، يعني نسبة الإصابة فيها تقريبا بتبقى مرتفعة جدا لأن القذائف بتبقى موجهة بالليزر أو موجهة بالرادارات، موجهة بأشياء كثيرة جدا لدقة الإصابة. وبالتالي هو عمل الحقيقة قلص من القدرات العسكرية لهذه الفصائل، وربما خلال الفترة القادمة وفقا للتصريحات الأمريكية أن تكون هناك ضربات أخرى، لأن التصريحات الأمريكية خاصة أوستن وزير الدفاع قال إن الضربات هتكون على مراحل متعددة وبالتالي لم تنتهي في فترات يعني هنالك قليلة. بنك أهداف سوف نشهده ربما في الساعات القادمة غير المناطق التي تم استهدافها سيد محمد، دي في الحقيقة هيتم خلال الفترة القادمة لكن بعيدا عن المواجهة المباشرة مع إيران إلا إذا تم تفعيل هذه وربما الاشتباكات. وربما هذا يقودنا سيادة اللواء بعيدا عن المواجهة المباشرة مع إيران، ربما هذا يقودنا إلى سؤال مهم وجوهري. برأيكم هل تتوقع أن يكون هذا الرد على العسكري رد هجين يشمل ربما نواحي أخرى متعددة غير المواجهة المباشرة أو غير الرد العسكري؟ هيبقى في رد طبعا على كل المستويات، حتى إيران ممكن يبقى رد سبراني، ممكن يبقى رد على بعض ضربات رمزية حتى داخل إيران، سواء مصفات للبترول أو منصات لإطلاق الطائرات المسيرة أو رادارات أو بعض الأهداف الإيرانية في الخارج. ده هيعتمد على رد فعل خلال الساعات القادمة.
هناك من يدفع في اتجاه التصعيد والمواجهة المباشرة مثلا، يعني روسيا والصين ينتظروا أن تتم المواجهات المباشرة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع لماذا؟ إيران. يعني تصديقا لكلامك، هنالك خبر يقول ونقلا عن CNN عن مسؤول في البيت الأبيض: لن نقوم بشن أي غارات بداخل إيران. ما الذي تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية من شن ضربات بالداخل الإيراني، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية طوال الفترة الماضية تتعرض لهجمات سواء على قواعدها العسكرية أو حتى مصالحها في منطقة الشرق الأوسط من فصائل موالية لإيران؟ نعم، الحقيقة العلاقات الإيرانية الأمريكية علاقات غامضة بيشوبها الكثير من التوتر في بعض الأحيان، علاقات شبيهة بعمليات المد والجزر، صعود وهبوط، لكن بيحكمها ضوابط. هناك مناوشات ما بين الطرفين وضربات بعيدة بطرق غير مباشرة عن طريق وكلاء، لكن في ضوابط بتحكمها. هذه الضوابط أتخيل إنها ليست في العلن ولكنها في الغرف المغلقة والكواليس وفي مباني لأجهزة المخابرات. هناك تعاون استخباراتي لا ينكره أحد ما بين CIA وجهاز المخابرات الإيراني في بعض الأمور، حتى منذ الحرب على العراق. يعني كانت الحرب على العراق، كان الرئيس بوش يقول أن إيران هي محور الإرهاب ومحور الشر وهي الهدف الثاني بعد العراق، ولكن إيران لم تضرب، وكان هناك تنسيق على أعلى مستوى لتخفيف الضربات الفصائل الشيعية على القوات الأمريكية في العراق مقابل عدم دعم فصائل خلق الموجودة المعارضة لإيران. يعني هناك تنسيق ما بين وقت وآخر للحفاظ على المصالح. كلا الولايات المتحدة الأمريكية مستفادة من التواجد الإيراني، ودائما ما تستخدم إيران لاستفزاز العرب، دائما هي من تغاضت عن تكوين الهلال الشيعي في المنطقة ونمو أزرعه المسلحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يعني تحد من انتشاره من النفوذ الإيراني بهذا الشكل، يعني تريد أنها تحتوي إيران. والاحتواء هنا بمفهوم سياسي مختلف تماما عن اللفظ الذي نستخدمه نحن العرب، يعني بمعنى السياسي معناه الاحتواء، معناه أننا أحجمه التحجيم إيراني وتهذيب السلوك الإيراني. ودائما الولايات المتحدة الأمريكية ما تتحدث عن تهذيب سلوك إيران في المنطقة والتخوف من المد نفوذها، لكن هي الحقيقة من غضت الطرف عن تمدد هذا النفوذ. كمان كانت هناك مراكز الدراسات دائما ما تجعل الإسلام الشيعي في ظهر الإسلام السني، نعم، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الإسلام السني هو من قام بأحداث 11 سبتمبر. أعتذر عن هذه المقاطعة، ولكن في سؤال أخير، عذرا لضيق وقت هذه المقابلة، في سؤال أخير وعلى وجالة إذا سمحت سيادة اللواء، هل سوف يجري امتصاص هذه الضربة من قبل الفصائل التي تم استهدافها، هذه الفصائل الموالية لإيران، أم ربما نشهد تصاعد في رد تلك الفصائل على تلك الضربات؟ على الرغم من أن إيران دائما ما تؤكد بأن هذه الفصائل لها استقلالية خاصة بها في قراراتها، لكن أن الداعم الرئيسي لهذه الفصائل سواء اللوجستي أو المادي أو العسكري أو التقني هو إيران، وبالتالي إيران لها اليد العليا. لكن أنا أتخيل أنه يبقى في رد فعل من هذه الفصائل على بعض المصالح الأمريكية الموجودة في العراق. نعلم تماما أن العراق كان لديه حتى 2008 160 ألف جندي، الآن 2500 ألف جندي في العراق متوزعين على ثلاث قواعد رئيسية: قاعدة في أربيل والأخرى في عين الأسد وواحدة الأخيرة في بغداد. وكمان رئيس الوزراء العراقي مؤخرا عندما وجد أن بلاده ستصبح ساحة للقتال بدأ الحديث عن انسحابه من التحالف الدولي في إشارة إلى خروج القوات الأمريكية من العراق. كمان هناك قوات أمريكية في سوريا، حوالي 900 جندي أمريكي موجودين في الشمال الشرقي لسوريا وبيدعموا قصده، بيدعموا الجيش السوري الحر، وكمان بيتواجدوا في الجنوب الشرقي لسوريا. هم الحقيقة بيؤكدوا دائما على ألا يغادروا سوريا. فهناك يعني الحقيقة قواعد أمريكية كثيرة جدا في المنطقة العربية
تصاعد الصراع مع إيران قد يؤدي إلى ضرب هذه المصالح الأمريكية في المنطقة.